ترك سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمه الله بصمة واضحة في عالم الرياضة والشباب خلال مسيرة زاخرة دعم فيها الثقافة والبحث العلمي وحياة أثرى من خلالها المشهد الرياضي على المستوى السعودي والعربي. كان سموه بشخصيته القيادية مؤمناً بأهمية البحث العلمي وبدوره في تطوير المشهد الرياضي، ولقد ترجم تلك الرؤية بتأسيس جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية في عام 1983 بهدف تشجيع الحركة المعرفية والبحثية الرياضية، ليصبح للجائزة مكانة مرموقة لدى الباحثين والعلماء منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. أما في هذه الدورة وبدعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فيسرنا أن نعلن عن استمرار التقديم على الجائزة بحلتها الجديدة وبمجموع جوائز قيمتها $1,000,000 أمريكي، بعد أن توسعت الجائزة إلى المستوى الدولي لتستقطب كل المشاريع البحثية التي تدرس الرياضة في المملكة العربية السعودية وتقدم لها الدعم المادي الذي يطور المعارف الرياضية التأسيسية والتطبيقية ضمن 3 مسارات بحثية، وهي مسار الصحة العامة، ومسار البراعم والشباب، ومسار التدريب والتعليم. شاركنا في تطوير المشهد الرياضي بالمملكة وقدم اقتراحك البحثي قبل 15 فبراير 2021.